مزيدة القرمود ديوسين ذي ملال دائرا أكنو الإقليم تازا فمزيدة اللي توسن ذيك سقوسة إمزرو مدغثة ذي فمسرن تأغى المغرب سميسيرا فمزيدة يقيمن عتبد وخاصة في خاصة وعذر ماشي تغيمار فنيني أمزارو عاد يقيم وقمشاني ناس كريم خباش خنسن كماز ذنرن تازي ثونقين انتمهن المغرب الزيس إموشاني جاندي قبيلة كزنايا انت جاي زوا يوراخ مزيدا القرمود أكيس نسن ثمزيدا القرمود زمرانيني ثو ذاتي نس ذي من يعذان الرضا توابنا ثمزيدا زوارث نكزنين بالمنطقة مرار ثمزيدا غايتو السنن سيدا أنزل القرن 19 سيسم من القرمود توابنا على الأقل ذي 739 ميلادية 740 ميلادية أي ذي القرن الثامن الميلادي ديني كذلك يجن المخطوط يراث يجن رفقي أحمد بن علي البصلاشي كيش معلومات حول هذا المسجد من بين هذه المعلومات المهمة هو تحديد دقيق لموقع الجغرافي للمسجد ناش مسجد ميسارة جان طرفي تسافتو شاشور تم زيدان قارمو يتوسن نهاروا غايودان لمرار بزنايا تكمر توسن غارسن سيس من زيدان قارمو اسم وانيتين مشنا غيبان دي القرن التاسع عشر ماني غاكرني وذان قازن تساس هذا عاودني ربين تمزيدا اسم جبان دوفين ذي ثمورث القارموض نيزني أم وسين المانع على مرعيني وين تغافاس الناس ناوتي قواج القارموض زين نهار مني طفلنا سيسم القارموض تمزيدا إذن البناء جان نهار وين تني بد تمزيدا غارس القارم دي العمورينس ديس سقف يسوك الشوضو مرزي تجد التمزيدة الوحيدة المين جاء الزرجي في الجمعة إلى حدود يعني الثمانينات زي القرن الماضي تسند غارسي وذان سعدان ديني يومين معرفة زرفة زي تخبيش نكزنايا تقبر ديوس نكزنايا ميمان نيسن دي مرابطن دي ربرانس يعني تمزيدة غارسي المكانة مهمة دي الحياة الثقافية نكزنايا دي تقبر ديوسن يتغيمان وقنقارو أنت زمارين جان زمارين المنتخبين الوزارة انتوسنا أذار انت ينيث ينربني نزيش أمزيدة القرمود أضاز من أبريدي وذن أضاحن أتسنن